هكذا يبدو المشهد في نام. تتسارع خطوات هؤلاء من جديد بعد هدوء طويل لتحرير ما تبقى من المديرية الأكبر في صنعاء. مواجهات عنيفة تشهدها جبهات القتال هناك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى. الأخبار الواردة من هناك تتحدث عن تمكن قوات الشرعية من السيطرة على جبل القرن بشكل كامل بعد معارك عنيفة خاضتها مع الميليشيا في وقت ما زال فيها التقدم جاريا نحو قرية بران وجبال يام. بالتزامن مع المعارك على الأرض لم تتوقف الغارات التي تشنها مقاتلات التحالف على مواقع وأهداف تابعة للميليشيا، تمكنت خلالها من تدمير غرفة عمليات واتصالات تابعة للميليشيا في المنطقة ذاتها. الغارات تمكنت أيضا وفق مصادر ميدانية من تدمير تعزيزات الميليشيا في الطريق العام بالمديرية، مستهدفة مواقع للميليشيا في منطقة المدفون وجبل السلطاء، بالإضافة إلى تدمير 4 عربات عسكرية في منطقة محل مديرية نهم شرق العاصمة. تظل جبهة نهم إحدى أهم الجبهات التي تمهد الطريق لاستعادة صنعاء، الجزء الأهم في معركة استعادة الشرعية.